النهارده في ذكرى ميلادها بنحتفل بذكرى الفنانه القديره رجاء حسين اللي تركت بصمه خالده في عالم الفن المصري من خلال مسيره استمرت لاكثر من 63 سنه. تالقت رجاء حسين في تقديم ادوار متنوعه جمعت ما بين الكوميديا والتراجيديا، وكمان قدمت مجموعه كبيره جدا من الاعمال الدراميه والسينمائيه والمسرحيه. هنشوف مع حضراتكم كده تقرير واهم المحطات الفنيه في حياه رجاء حسين. تمر اليوم ذكرى ميلاد الفنانة القديرة رجاء حسين التي قدمت مسيرة فنية استمرت لأكثر من 63 عاماً، مزجت فيها الكوميديا بالتراجيديا لتترك بصمة لا تنسى في قلوب جمهورها. وبعد عبد الله ما يقتل فريد الجوهري، إيه اللي هيحصل؟ النار اللي في قلوبنا هتهدى. طب وحكم الإعدام اللي هيبقى مستنيه؟ عندنا هنا ما بنخافش من الموت، والراجل لما بياخد بطار الأهل والأصحاب بيروحوا له السجن ويهنوه، ولو المحكمة حكمت بإعدامه بيبقى واقف صلب طوله ورافع راسه وهم بيعلقوا له حبل المشنقة حوالين رقبته. بيموت راجل. نشأت رجاء في محافظة القليوبية وأحبت الفن منذ طفولتها، فقررت في سن 19 أن تلتحق بفرقة نجيب الريحاني عام 1958، وكانت تلك الخطوة بمثابة انطلاقة كبيرة لصقل موهبتها وإثراء تجربتها في عالم التمثيل. بداية انطلاقها السينمائي كانت عندما اختارها المخرج المصري يوسف شاهين للمشاركة في فيلم عودة الابن الضال عام 1976 ليكون نقطة تحول فارقة في مسيرتها، وحققت من خلاله شهرة واسعة وتألقت بعدها في العديد من الأفلام مثل الليالي الدافئة، أفواه وأرانب، نوارة، ونس. نهري 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 نهري. يا ده اتعشيتي؟ والحمد لله. اتعشيتي ايه؟ فضل ونعمة، لكن قولي لي بقى. ظهري، لكن قولي لي بقى ايه اللي اخرك النهارده قوي كده؟ كان عندنا عزومة. جبتلك بقى معايا حواوشي. حواوشي؟ حواوشي الشيف منى، خليته يعملهولك مخصوص. في الدراما كان لها بصمة لا تمحى من خلال أدوارها في مسلسلات خالدة مثل مفتش المباحث وذئاب الجبل والمال والبنون والزيزينيا والشهد والدموع، وقدمت على المسرح أعمالاً مميزة كبداية ونهاية وعازب وتلت عوانس لتظل محفورة في ذاكرة عشاق الفن بمختلف مجالاته. أنا ملاحظة أنك مش زي عوايلك. أصلي مش قادر أنسى عمايلك معايا. يوه، أنت هترجع للكلام ده تاني؟ طبعاً ده حقي ومستحيل أتنازل عنه. أنا افتكرت إننا انتهينا خلاص من الكلام. عجيبة إن زملاتي في الكلية خاطبين بنات زيك وما بيحرموهمش من حقوقهم. لازم تعرف إن أنا مش زيهم وهما مش زيي. رحلت الفنانة رجاء حسين عن عالمنا في 9 من أغسطس عام 2022، لكن ورغم رحيلها يبقى إرثها الفني وإبداعها حياً في ذاكرة جمهورها الذي أحبها وتفاعل مع موهبتها الفريدة على مدار عقود.